تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ذكر صلاة الخوف ذكر هذه الصفة التي في الموطأ. هذه صفة ثالثة، قد تقدم لنا في المجلس الماضي صفتان، هي صفة واحدة لكن الخلاف في آخرها، وهذه الصفة هي التي يعتمد عليها الحنفية ورحمة الله عليه كما تقدم لنا. وصورتها أن يقوم الإمام فتقوم طائفة، تقوم طائفة معه فتصلي ركعة معه، ثم وطائفة مواجهة في مواجهة العدو، ثم تأتي التي كانت في مواجهة العدو فتقوم مقام التي صلت وتذهب التي صلت بعد أن تصلي ركعة مع الإمام ولا تسلم وتقوم في مواجهة العدو، فيأتي هؤلاء التوالي فيصلون ركعة أيضا مع الإمام، فتكون للإمام ركعتان، يسلم الإمام وينصرف، وتقوم الطائفة الأولى فتصلي ما بقي لها، ثم تجيء التي الثانية فتكمل أيضا الركعة التي بقيت لها. نعم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، والطائفة الأخرى في وجه العدو. نعم. فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. إذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، معناه هم لا يزالون في صلاة ينتظرون وجاه العدو. نعم. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين. طيب، الإمام الآن صلى ركعة بالطائفة الأولى وصلى ركعة بهذه الثانية فينصرف وقد صلى ركعتين، بقيت الآن كل طائفة قد صلت ركعة واحدة، ها، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام. قال ابن عمر: فتقوم كل واحدة من الطائفتين فتكمل لنفسها، تصلي لنفسها ركعة ركعة. الآن ظاهر الحديث أن الطائفتين تصليان كل واحدة منهما ركعة في الوقت نفسه، هذا قال: فتقوم كل واحدة من الطائفتين فتصلي نفسها ركعة ركعة، معناه في الوقت نفسه، هذا ظاهر الحديث. ولكن أظهر من جهة المعنى أن تصلي الطائفتان على التعاقب، يعني تصلي هذه ثم تصلي تلك. لماذا قلنا هذا هو الأظهر من جهة المعنى؟ لأن الطائفتين إذا صلتا في الوقت نفسه من يحرص، وإنما شرعت صلاة الخوف لأجل حراسة من العدو، فلو صلت الطائفتان في الوقت نفسه لضاع الذي من أجله شرعت صلاة الخوف. لذلك قلنا إن الأظهر من جهة المعنى
أن تصلي كل طائفة بعد الأخرى. نعم. فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. فإن كان خوفا أشد من ذلك، إن كان الخوف خوفا أشد من هذا، ما معنى أشد من هذا؟ لا يمكن معه صف. هل كل صلاة في حرب يمكن أن يكون العدو منتظرا حتى يصف المسلمون وحتى يصلوا؟ هذه صور الحرب كلها راجعة إلى هذه؟ لا، قد يكون الخوف أشد من هذا، يعني لا يمكن الصف ولا يمكن المقام في موضع واحد حتى تصلي ركعتين، فكيف تفعل؟ قال يصلون رجالا أو ركبانا المستقبل، يعني يصلون كيفما اتفق، كيفما قدروا. إذا قدروا على الصلاة قياما على الصلاة رجالا صلوا رجالا، إذا قدروا على الصلاة ركبانا صلوا ركبانا. رجالا جمع راجل، وقد يكون رجالا جمع رجل، وهذه لغة الحجاز، لا أقصد بالرجل الذي يقابل أنثى، إنما أقصد بالرجل الذي يمشي على رجليه لا الذي يركب فرسا. الحجازيون يقولون رجل فلان يرجل إذا مشى على رجليه، إذا لم يكن راكبا فرجل يرجل فهو راجل، وهو رجل، رجل مقابل المرأة يعني، لا رجل يعني يمشي على رجلين مقابل الفارس. وقد يكون رجال جمع رجل، فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا، ركبان جمع راكب. وهذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه هو الذي يشير إليه قول ربنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال مستقبل القبلة أو القبلة وغير مستقبلها. هذا مذهب الجمهور، أنه إذا كان الخوف شديدا صلى الإنسان كيفما قدر، إن قدر على استقبالها استقبل القبلة، وإن لم يقدر لم يستقبل. لكن المالكية يعني لهم تفصيل، يقولون إن رجا الأمن في آخر الوقت، الآن هو الحرب الشداد الوطيس، لكن غلب على ظنه أنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يكون أمن، قالوا فإنه ينتظر حتى يأمن ليصلي مستقبل القبلة. لكن إن عرف أو إن ظن أنه لا يكون أمن حتى يخرج وقت الصلاة فإنه حينئذ يصلي كما قدر مستقبلا وغير مستقبل. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه مالك رحمه الله عن نافع على الشك، لا أراه أي لا أظنه إلا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه غير مالك بدون شك، رواه موسى بن عقبة كما عند مسلم في الصحيح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير شك. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي، سعيد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعيد إذن تابعي، والحديث إذن مرسل، لكن قد صح معناه فيما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول ما يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا ما صليتها. وروى النسائي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم فاتتهم يوم الأحزاب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال حتى كفينا وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نعم، إلى آخر الحديث.
عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. الخندق، قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. الخندق هذا يوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه غزوة مشهورة، وقعة مشهورة تسمى الخندق وتسمى الأحزاب، معروفة بهذين الاسمين. أما تسميتها بالخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بإشارة من سلمان رضي الله عنه، فقد قال سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره أهل المغازي والسير، قال: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وعمل فيه بنفسه ليتسارع المسلمون إليه حتى لا يأتي المشركون إلا وقد حفروا الخندق، فلهذا سميت الخندق غزوة الخندق. وسميت الأحزاب لأجل من كان فيها من طوائف أهل الكفر، كان فيها قريش ومن تبعهم، وغطفان ومن تبعهم، واليهود ومن تبعهم، فلذلك سماها الله تعالى غزوة الأحزاب. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب إلى آخره. وغزوة الخندق كانت سنة 5، وقيل سنة 4، والأصح أنها كانت سنة 5. وسببها أن بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأجل نقضهم العهد الذي كان بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم وخيسهم به، اغتاظ كبراؤهم لذلك، فخرج طائفة منهم سلام بن مشكن وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش يحرضونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش. وخرجوا إلى غطفان يحرضونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم سيدهم عيينة بن حسن الفزاري. وتبعهم بنو أسد، جاء أجابهم طلحة بن خويلد الأسدي في من تبعه. خرج أبو سفيان يقود قريشا، فلما أتى مر الظهران أتاه الأمداد من بني سليم، فحصل جمع عظيم من الناس يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فكان جملة من وافى الخندق من الكفار 10,000 رجل. بلغ خبر مسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه، فأشار إلى عليه سلمان بالخندق، وكان هذا شيء لا تعرفه العرب، الخندق لم يكن شيئا تعرفه العرب، فأشار عليه بذلك فعمل به بمشورته وأمر أصحابه بحفره وحفره هو أيضا معهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان المهاجرون والأنصار، جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ويحملون التراب على ظهورهم وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم فيقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب أمرنا وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، فسمعته يرتجز بقول عبد الله بن رواحة وهو ينقل التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته. وكان في حفر الخندق هذا كانت آيات من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيبة، وكل آياته صلى الله عليه وسلم عجيبة. من ذلك ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة حاولوا ضربها فلم يقدروا، قال: فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هذه كدية عرضت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني نازل.
قال: ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بالحجر. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. والناس في حرب يحتاجون إلى قوة. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معول فضرب الكدية فعاد كثيبا أهيام أو أهيل رملا سائلا وهم يحاولون ضربها فلا يصنعون فيها شيئا. وروى أحمد وغيره في عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر خندق فعرض لنا صخرة لا تأخذها المعاول، لا تفعلوا فيها شيئا، المعاول يعني الفؤوس لا تفعلوا فيها شيئا. قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، ثم قال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. قال: ثم قال: بسم الله، فضرب ضربة أخرى فكسر ثلث الصخرة، ثم قال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من موضع هذا. قال: ثم قال: بسم الله، فضربها ثالثة فألقى ما بقي منها، ثم قال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. وكان لهم طعام قليل، لم يكن لهم إلا شيء في تلك الأيام، لم يكن لهم إلا شيء قليل من الشعير، وهذا الشعير كانوا يخلطونه بسمن بدهن قديم قديم قد تغير من شدة قدمه، له ريح منتنة، فكان يطبخ هذا الشعير مع ذلك الدهن ويأكلونه على بشاعة طعمه ونتن ريحه. وهذا الطعام على هذا الوصف الذي وصفته لكم ربما يجيء عليهم أيام فلا يجدونه فيها، يطلبونه ولا يجدونه، فيأكلون تمرا إن وجدوه، وأحيانا قد لا يجدون هذا ولا يجدون هذا. وقد سمعتم في حديث البراء: لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. الخمص هذا دمور البطن ضامر من شدة الجوع، هكذا رأى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال: فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال: فأخرجت لي جرابا لنا فيه صاع من شعير، وكانت لنا بهيمة داجن. قال: فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، هي فرغت من الطحن وأنا فرغت من الذبح والسلخ، فرغنا سويا. قال: فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة، قالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنعه. قال: فجئته فساررته، قلت: يا رسول الله، إني ذبحنا عناقا كانت لنا وطحنا صاع من شعير كان عندنا، فتعالى يا رسول الله أنت ونفر ممن معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن قد صنع لكم جابر سؤرا فحي أهلا بكم. السؤر هو الطعام يدعى إليه. فأخذه ما بعد وما قرب أهل الخندق. قال: فجئت وجاء رسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك لأهل الخندق لما دعاهم، قال لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال جابر: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم القوم، فجئت امرأتي فقالت: بك وبك، يعني فعل الله بك وفعل الله بك فعل الله بك، تدعو عليه لأنه بالنسبة لها
فضحها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أنت جيب لي الخندق كله وأنا قلت لك. فقال لها: هو قد فعلت الذي قلت، يعني الزوجة النبوتي أنا أدرتك شيء قلت لي. في رواية الخارج الصحيح في رواية عن الدارمي أنه لما أن جابرا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا قال: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله، فجئت إلى المرأة وقلت لها: ثكلتك أمك، أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين؟ فقالت له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألك عن الطعام؟ قال: قلت نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. فقال لها فقال: فذهب عني بعد ما كنت أجد. وقلت لها: صدقتي. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت له شيئا من العجين، قال: فبسق فيه صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم عمد صلى الله عليه وسلم إلى البرمة فبسق فيها ودعا، ثم قال لجابر: أدع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبز وهي الخابزة تخبز والمرأة تغرف من البرمة وتضع في الخبز. قال جابر: وهم 1000. قال: أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني ما له عنا، ما لهم بعد رغبة في طعام. قال: تركوا وهم 1000، وأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. البرمة تغط مملوءة تفور باللحم كما هي بعد 1000، والعجين يخبز كما هو بعد 1000 من بركاته صلى الله عليه وسلم. وحفر الخندق قدام جبل سلع، هذا سلع جبل من جبال المدينة، فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المسلمين إلى الجبل ليكون حصنا له من خلفهم، وحفر الخندق من أمامهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذراري والنساء في الأطم في الحصون. في هذا الوقت نقض قريضة، نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقريضة في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يأمنهم لأنهم بينهم وبينه عهد، ولذلك ما احترس منهم. قصة نقضهم العهد يرويها أصحاب السير ويرويها بعض أهل الحديث، البيهقي كالبيهقي وغيره، أن حوي بن أخطب هذا النضري من بني النضير، أحد الذين سعوا في تأليب الأحزاب، جاء كعب بن سعد وهو صاحب عقد بني قريظة وصاحب عهدهم، فلما رآه كعب بن سعد مقبلا أغلق عليه باب الحصن لئلا يدخل. فجاء كعب بن حوي بن أخطب وقال له: يا كعب ويحك، افتح لي الباب حتى أكلمك أنت. فقال له سعد كعب بن سعد: ويحك يا حوي، إنك امرؤ مشؤوم، شؤمك ظهر على قبيلتك بين النضير فأجلو. قال: إنك امرؤ مشؤوم، وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به، وما رأيت من محمد إلا وفاء وصدقا، ولقد واعدني وواعدته، فلا حاجة لي بما جئت تدعونني إليه. فقال حوي بن أخطب: والله إن غلقت عني بابك، إن غلقت بابك إلا عن جشيشتك، تخشى أن آكل معك منها. الجشيشة هي ما نسميه نحن الجشيشة، هذاك الجشيشة، إيش يقولها؟ كسكسو البلبولة، البلبولة هو هذا. قال: غلقت بابك عن جشيشتك، تأنف أن آكل منها. فأحفظ ذلك كعب بن سعد ففتح الباب. قال حوي بن أخطب لكعب: قال: ويحك يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش على سادتها وقادتها، وجئتك بغطفان على سادتها وقادتها، جئتك ببحر طام لا يقوم له شيء. فقال له كعب بن سعد: ويحك، لقد جئتني بذل الدهر، لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه. فما زال حوي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب حتى أجابه كعب بن سعد وأطاع له،
وجهر بنقض العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة لينظروا هذا الخبر أحق ما بلغه. فلما أتوا قريظة سبوهم وجاهروهم بما 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 بنقض العهد ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك المسلمين فاشتد الخوف، خوفهم على ذراريهم ونسائهم. ووصف ربنا هذه الحال لما قال: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذ جاءكم من فوقكم هم قريش، ومن أسفل منكم قريظة، ويظن المنافقون بالله الظنون، وصاروا يستأذنون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتداد الشوكة، شوكة المشركين، وضعف المسلمين وقلتهم، أراد أن يكسر شوكة المشركين. يروي الطبراني في معجبه الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحارث الغطفاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد شاطرنا تمر المدينة، يعني شاطرنا تمر المدينة نرجع عنكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أستأمر السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود، وقال صلى الله عليه وسلم لهم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث الغطفاني يسألكم أن تشاطروه تمركم، فإن رأيتم أن تدفعوا إليكم عامهم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد. فقال سعد: يا رسول الله، إن كان وحيا من الله فتسلموا لأمر الله، وإن كان عن رأيك وهواك فرأينا تابع لرأيك وهواك، وإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فلقد رأيتنا يا رسول الله ونحن وإياهم على السواء، ونحن وهم على السواء، والله ما يطمعون في تمرة من تمر المدينة إلا بقرا أو بشراء. يعني إحنا وإياهم أهل جاهلية، نحن وإياهم سواء، لا يطمعون في تمرة إلا إن بعناهم إياها أو قريناهم إياها. يعني إذا أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم ما لم يكونوا يطمعون به ونحن مثلهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للحارث وقال: هو ذا، تسمعون ما يقولون؟ فقال الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم: غدرت يا محمد. فقال حسان رضي الله عنه: يا حاري، من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدا لم يغدر، إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، واللؤم ينبت في أصول استخبار. لم يكن قتال، لماذا؟ لما حال الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بذلك الخندق. لكن طائفة من فرسان قريش رأت جهة الخندق فيها ضيق فاقتحموه، منهم واحد يقال له عبد بن عمرو ود، كان أحد أبطال القرشيين وأحد شجعانهم، فاقتحم الخندق فنادى: هل من مبارز؟ فقال علي رضي الله عنه: أنا له يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمر فاجلس. فجلس علي، فصاح عمر ثانية: ألا تستحيون؟ ألا رجل يوبخهم يقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ ألا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي فقال: يا رسول الله، أنا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، إنه عمر. فنادى عمر ثالثة قال: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف القرن المناجز، وكذا كأني لم أزل متسرعا عند الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي وقال: أنا له يا رسول الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمرو، قال وإن كان عمرا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه علي يمشي إليه ويقول مهلا لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق من جاء كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من طعنة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فقال عمرو بن عبد الدين لعلي من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال يا ابن أخي ها هنا من أعمامك من هو أسن منك، فانصرف فإني أكره أن أهري قدمك. فقال علي رضي الله عنه ولكني والله لا أكره أن أهري قدمك. فغضب حينئذ عبد بن عمرو الدين وحمي وسل سيفه وأقبل يمشي نحو علي فضربه، فاتقى علي الضربة بدارقته فشجت رأسه، وضربه علي على حبل عاتقه فسقط. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير علم أن عليا قتل عمرا، فرجع علي رضي الله عنه يمشي ويقول أعلي تقتحم الفوارس هكذا؟ عني وعنه أخر أصحابي، إني سيمنعني الفرار حفظتي، ومصمم في الرأس ليس بنابي. ألا عمير، ألا يعني حلفا، ألا عمير حين شد ألية وأليت، فاستمعوا من الكذاب ألا يفر ولا أهلل، فالتقى رجلان يضطربان كل ضرابي، فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي، عبد الحجارة من سفاهة رأيه، وعبدت رب محمد بصوابي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. ثم في هذا الله سبحانه وتعالى صنع لنبيه صلى الله عليه وسلم أمرا هزم به الأحزاب وفل جموعهم وردهم خائبين، ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود أسلم ولا يعلم قومه بإسلامه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، إنما الحرب خدعة. فأتى النعيم بن مسعود بني قريظة وكان معاشرا لهم في الجاهلية، فقال لهم يا بني قريظة لقد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن وجدت فرصة أخذتها، وإن لم تجد فرصة رجعت وتركتكم، فانتقم منكم محمد. ففطنوا إلى أن هذا محتمل، فقالوا فما الحيلة يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن منهم، لأنهم إن أعطوهم رهائن لا يمكنهم حينئذ أن يتركوا رهائنهم ويذهبوا. فقالوا له لقد أشرت بالرأي. فذهب نعيم إلى قريش وقال لهم تعلمون نصحي لكم؟ قالوا نعم. قال فإن قريظة قد ندموا على نقضهم عهد محمد وأصحابه، وإنهم يريدون أن يأخذوا منكم رهائن ليدفعوها إلى محمد ويقاتلونكم معه، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. فبعثت قريش إلى قريظة، يعني الآن قريش جالسون، الخندق يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هم جالسون يذبحون النوق ويذبحون الجمال ويكون ومن غير فائدة لا محاربة. فبعثت قريش إلى قريظة وقالوا لهم إن في بلاد لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فهلما نناجز هذا الرجل؟ فبعثت قريظة إلى قريش قالوا لهم
نحن لا نناجزكم حتى تعطونا رهائن. فقالت قريش لما جاءها الخبر، قالت قريش صدق ابن مسعود، صدق نعيم بن مسعود، يسألونكم الرهائن. فقالوا لهم إنا لا نرسل إليكم أحدا فهلما نناجزه. فلما بلغ ذلك قريضة قالت قريضة هل صدقكم نعيم بن مسعود، هؤلاء لا يريدون أن يعطوا الرهائن. فتخاذل الفريقان. ثم بعث الله جندا من عنده ريحا شديدة هوجاء في ليلة مظلمة باردة، فجعلت فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم حتى ضاقوا ذرعا وهموا بالرحيل. وهذا الذي يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يروي مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا ريح شديدة وقر، قر البرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة فسكتنا فلم يجبه منا أحد. الناس كانت تحفر لنفسها في الأرض حتى ما ألمي البرد، فين تمشي؟ القيامة يفتح الله، ولكن دابا صعيب القليل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة فلم يجبه منا أحد، سكتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا حذيفة فأتينا بخبر القوم. قال حذيفة فلم يكن بد من أن أقوم لما دعاني باسمي، صعيب. قال فقمت فجعلت أمشي كأني في حمام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يمشي هو قبل أن يذهب إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، لا تخوف لا تحدث شيئا ينتج خوفا وذعرا. قال فذهبت فكأني أمشي في حمام. قال فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار شدة البرد، جعل ظهره إلى النار. قال فجعلت سهما في قوسي ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي. قال ولو رميته لأصبته. قال ثم رجعت. قال فلما رجعت وأخبرت النبي صلى رجعت كأني أمشي في الحمام. قال فلما رجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قهرت أرجع البرد. قال فغطاني النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فنمت فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. وهذه شجاعة منقطعة النظر أن ينام الإنسان في اشتداد الوطيس، الحرب رابنة الناس تريد قتلك وأنت نائم، هذا دليل على الشجاعة. وإلا فالخوف الجبان هذا يطير فؤاده كيف ينام. وفي رواية عند البزار أن حذيفة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد سلط الله عليهم مثل الذي علينا من البرد من الريح لكننا نرجو ما لا يرجون. فكانت هذه الريح وتخاذل الفريقين كان سببا في أن نادوا بالرحيل وكفى الله المؤمن القتال ولم ينل الكفار خيرا. وقال ربنا هزم ربنا الأحزاب وحده ونصر عبده ونصر جنده. وهذا كان استجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. لما انتهت حرب السيوف بدأت حرب الكلام. فقال ضرار بن الخطاب وكان في ذلك الوقت مشركا وسيسلم فيما بعد، كان في ذلك الوقت مشركا، فذكر يذكر شأن الخندق وقتل سعد بن معاذ فيها، وقد تحدثنا عن موت سعد رضي الله عنه. قال يقول قصيدة يقول فيها
ومشفقة تظن بنا الظنونا، وقد قدنا عرا دسة طحونا، كأن زهاءها أحد إذا ما بدت أركانه للناظرين. ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال، واليلب الحصين وجردا كالقداح مسومات، نأم بها الغوات الخاطئين. أناس، يقول هو إلى أن يقول أناس لا نرى فيهم رشيدا وقد قالوا ألسنا راشدين، إلى أن يقول فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليه بأجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين. فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا، إذا جن الظلام سمعت نوحى على سعد يرجعنا الحنينا. وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متآزرين، بجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب قد حمت العرين. فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه يقول له وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين، صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين. وكان لنا النبي وزير صدق صلى الله عليه وسلم، به نعل البرية أجمعين، نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين، نعاجلهم إذا نهضوا إلينا بطعن يعجل المتسرعين، لننصر أحمدا والله حتى نرى حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزابا أتوا متحزبين، بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. فإما تقتلوا سعدا سفاحا فإن الله خير القادرين، سيدخله جنانا طيبات تكون معدة للصالحين. وقاله في قصيدة أخرى من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جذع الخندق. إلى أن يقول ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي، ونطيع أمر نبينا ونجيبه، وإذا دعا لكريهة لم نسبق، وإذا ينادي للشدائد نأتها، ومتى نرى الحومات فيها نعنق. إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.